لجين عمران منورانا على ريد كاربت مهرجان الجونة في دورته الخامسة. حبيبتي نور نوركم، ثانك يو. دي تالت مرة ليكي في مهرجان الجونة، قولي لي ليه دايما بتكوني حريصة على الحضور؟ هو ملتقى أنا دائما بقول لكل الصحافة والإعلام وأهل الفن، أهل الفن بكل مجالاتهم، ممثلين، مخرجين، كتاب، سيناريست، من الشخص المهم للأقل للأكثر أهمية. ودائما في مشاريع بتنولد في هذا المهرجان، بتتعرفي على ناس جدد، أفكار بتطرح، وبينتهي هذا المهرجان بمشاريع. فدائما أنا أتطلع على هذه المشاريع اللي بتكون في ختام المهرجان. مش كتير لما بنلاقي نساء سعوديات يعني ظاهرين بشكل كبير على الساحة الفنية، قوليلي لوجين ايه سر الخلطة؟ والله شوفي احنا عندنا كوادر كثير، بس للأسف ما لقوا مين اللي يدعمهم او اللي يشجعهم او انه هو كمان بيظهرهم بالشكل الصحيح. بس في اكيد كثير. انا يمكن اني بدأت بدري، صار لي 17 سنة في الإعلام، صار عندي معارف كثير، لي قاعدة جماهيرية، وبالذات انه كون وجودي سابقا على قناة MBC لمدة 8 سنوات وبرنامج صباحي أعطاني قاعدة جماهيرية حلوة من كل العرب. فلذلك البعض ما بيعرف إنه حتى سعودية، والبعض لا مؤخرا صار بيعرف طبعا، ولي شرف، فيمكن كان حظي أوفر منهم الحمد لله. قولي لي بتعرفي أغاني مصري؟ أكيد. قولي لي آخر أغنية حفظها. لا شوف مش حفظاها، سمعاها بس مش حفظاها. قولي لي حاجة. لا أقول لك يا حتى 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 من قلبي ولي أخبي، شفتي؟ شوي الله الجسم يعني حفظك الأغاني أكيد. قولي لي إفيه مصري مشهور أنت عارفاه. البيت ده طاهر وحيفضل طول عمره طاهر. ويمه المطاهر. أيوة. لأن أنا وصاحباتي على طول لما بنمزح مع بعض بنقول الجملة دي. قولي لي إيه أكتر مكان بتحبيه في مصر؟ كل مكان صراحة، بس أنا يعني عندي شيء ثابت، لما أنزل على القاهرة من المطار على الكشري، أقول اسمه ولا يعتبر إعلان؟ لا قولي اسمه. بطارق. فلازم، أو أني أروح لفرحات لأني بحب الحمام المحشي قوي، فيعني بعيش حياتي بقى. يا سلام، يعني كشري وحمام وما شاء الله جسمنا رفيع. قولي للجمهور لما أرجع دبي. دايت صارم. بحاول يس أسكر فمي على طول. لجين انت منورانا، وعايزاكي بقى تقولي لي بتحضري لايه الفتره دي؟ والله في مشروع ان شاء الله يا رب حسب ما بنحضر له حيكون حلو، سعودي مصري لبناني يعني بان عرب، فان شاء الله اذا مثل ما شايفته انا على الورق ومثل ما سمعته باذني وتحقق على امر الواقع يعني على الارض الواقع، ان شاء الله يكون شيء حلو يذهل الجميع ويعجب الجميع. نورتينا. شكرا حبيبتي، نور لكم، ثانك يو، يعطيكم العافيه.